المعمري رئيس اللجنة الإعلامية بنادي الاتحاد. مبدر مساء الخير، ويعني تحدثنا أيضا عن استعدادات الاتحاد لدور الأربعة يوم الخميس القادم إن شاء الله. مساء الخير الأخ حسين، وتحية للأخ صالح البارحي والكابتن سيف سلطان، والكابتن أيمر مادي، والأستاذ المشاهدين، وجمعة مباركة على الجميع، وكل عام الجميع بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. في الحقيقة وصول نادي الاتحاد إلى هذه المرحلة جاء بعد التخطيط من قبل مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المشكلة في النادي، وكذلك قيادة الكابتن المدير الفني الكابتن يونس أمام والمدرب الوطني عبد الجبار رمضان. استعداداً لهذه المباراة تمشي بالشكل المخطط له من قبل الجهاز الفني والإداري، وسيدخل إن شاء الله الفريق في معسكر في محافظة مسقط لمدة 4 أيام، ثم توجه إلى ولاية صور. نعم. وبإذن الله إن شاء الله يعني نحن متفائلون بتحقيق الفوز، وسبب هذا التفاؤل تقتنا الكبير أولا اللاعبين، وثانيا في قدرة الجهاز الفني التعامل مع مثل هذه المباريات الحساسة. نعم، واضح أن التعاقدات أيضا أحمد، تعاقدات نادي الاتحاد هذه السنة كانت إيجابية، ويعني أيضا كانت مؤثرة على الفريق. الحمد لله، تم تعاقد هذا الموسم مع عدة لاعبين هم الحراس عبد الحليم فهاير، عبد الله السناني، وكذلك الكابتن أشرف عيد اللاعب الدوري السابق، كذلك بلال زايد. نعم. بالإضافة لتم تجديد عقود جميع اللاعبين أبناء النادي. نعم. والاستعداد كان بدأت من الكأس يعني شهر 7، والمشاركة في طول كأس الخريف الذي حقق الاتحاد لقبها المرة الثالثة، ومن ثم كان هناك في معسكرات، وكان في الاستعدادات كانت مستمرة، والطموح إن شاء الله بإذن الله يعني أنه نوصل للنهاية وتحقيق هذه الكأس الغالية إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الأخ أحمد بن بدر المعمري رئيس اللجنة الإعلامية بنادي الاتحاد، شاكرين تواصلكم معنا، شكرا جزيلا.